إذن ولم يصله أو بها من تحتها التاء ربك شوية حفتاء قد خالت ولسان ضباطة ولكن تحت يمشي بتسير التعب حاول تقع المخرج ديالها وتدرب عليها مش ما تشيلش تسير عاقبة مادية العين اكثر من الحركات نفسها هي قلتي عاقبة قد طبيعي حركة فقط على أي ما شاء الله عليك الله يستاهل للإشارة سي محمد الخليل من مواليد مدينة القصر الكبير وأيضا يسكن حاليا بحي ولاد حميد بالقصر الكبير وهو طالب جامعي. شكرا سي محمد وحظ موفق. الآن إن شاء الله عز وجل مع المتسابقة رقم 4 وهي تلميذة إحسان الإبراهيمي فلتتفضل مشكورة موفقة. إحسان الإبراهيمي من مواليد العرائش تسكن في حي الوحدة بالعرائش أيضا. مرحبا. من خلاف نوي ثوم من الأرض ذلك له
واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا حسنا واتلو قلتي واتلو فين ديك التاء واتلو بين التاء وعندك بالحق ما تكلفش ديك القاف ما تكون مكسوره ما نقولوش بالحق حقي لا القاف ملي كتكون مكسوره يعني ملي كتكون مفتوحه او مضمومه او ساكنه كتبان درجه ديال التفخيم ولكن ملي كتكون مكسوره من خلال الضاد والظاء والطاء هاد كتكون دائما مفخمه سواء كانت مضمومه او مفتوحه او مكسوره ولكن عندنا الحرف الغين والقاف كنقولوا بالحقي قي ماشي ديك بالحقي ما تفخميهاش ملي تكون مكسوره وعندك كلمة دائم باسة شنو عندنا بالقاء شنو عندنا تما واش تقرب لك واش تضغمات شنو اللي تما عاوديها دائم دائم باسة ما كتضغمش وما كتحرقش كتبقى الصفة ديالها اللي هي تخيف إذا نقولوا دائم باسة دائم باسة يعني غير ديك التقل ديال ديك التفخيم اللي كيبان ديك الحرف مفخم وعلى عين ما شاء الله عليك شكرا للأستاذة فاطمة الدكيري عضو لجنة التحكيم في هذه المسابقة الطيبة وشكرا للمتسابقة إحسان الإبراهيمي حظ موفق الآن مع المتسابقة رقم 5 ثويبة الحناوي فلتتفضل مشكورة موفقة بإذن الله تعالى Thank you.
النخل من طلعها القواعد. مالك؟ ها؟ مش لفتي.